السلام عليكم. بداية شوية قاسحة، يا يعني غدا غرفة العمليات الصباح، صباح اليوم جمعة غادي بها. دابا هي غرفة العمليات، خليكم معايا. ماما صافي صافي. قال لنا مسموح غير واحد، حيت انا هشام خلاني ديك المره دخلت معاها. قلت لي سير انت دابا، قلت لي سير انت يا دابا ماشي مشكل. قال لي بصح، قلت لي غير سير ماشي مشكل. قال لي بغيتي سيري؟ قلت لي لا سير. صافي خليت هو دخل معاها يبنجوها وغتخرج. صعيبة. يا راه دخلت لوبيرونس. دخلت حي، ما عطيتها اليوم في يديهم. صعيب عليا، خمسة سوايع وانا كنت غنبقى نتسنى خمسة سوايع. البنات، المهم البنات، كانت دخلات يارا، كانت طبيبة جراحة، كانت قالت لينا البارح غادي دير لها العملية وغادي 4 سوايع ديال الوقت. قالت لينا الا مثلا فتحنا ليها وبان لينا هذاك العرق، انا ما عرفتش واش قلت لكم المشكل عندي يارا ولا ما قلتوش لكم، كانوا كيسحبوا واحد العرق اللي ما بين الكبدة وغادي المصران مبوشي ولا ما بقاش خدام، كانوا غيقطعوا لها شويه من الصران ديالها ويلصقوه لها مع الكبده ويبقى يدوز هذاك الشيء، تحيد ديك الصفوريه. هي قالت لينا حنا شاكين في هذاك العرق اللي ما يكونش خدام، غادي نحلو نفتحوها وغادي نجربو، الا كان كلشي مزيان غادي نحبسوا العمليه. الحمد لله يا راه دارت العمليه وشافوا باللي هذاك الشيء كيدوز مزيان وباللي الكبده ما مقيوساش. حمدتك يا ربي وشكرتك، الحمد لله، هذا خبر تفرح. الكبدة ما مقيوساش، كل شيء عندها مزيان، هنايا خدام مزيان. دابا هما اللي بغاو يعرفوا وهي هذيك الصفورية اللي عندها منين جات، واش غنتبعوا معاهم هنا، واش غادي نتبعوا في اوتريخت، باقي لحد الان ما عرفناش. المهم هو يا راه دابا راه في الانعاش، تيقادوا لها الخيوط وداك الشيء. قالت مي غتقاد، غادي نعيطوا لكم تجيو تبركوا معاها في الكرسي. بحال ولا غتبات اليوم في الانعاش، حتى الغدا عاد غادي تجي عندي البيت ديالي فين كنعس. الحمد لله، حمدتك يا ربي وشكرتك، اللي الكبده ديالها ما مقيوساش حتى حاجه، ما عندها ما مزياناش هنايا. دابا راه غير هما مبرسطين، حتى ما بغاو يعرفوا هذيك الصفوريه. الصفوريه ما عندهاش في لحمها، عندها غير في وجهها وفي عينيها، كلشي تعجب يعني. حتى طبهم باقي ما داكشي اللي كانوا شاكين فيه بعدا ما طراش، والحمد لله دابا غادي يشوفوا خدمه ديالهم بشكل اخر. كنتمنى يكون عايش شي دواء ولا شي فيتامينات يعطيوهم ليها ولا شي حاجه اللي غادي تحيد لها ديك الصفوريه. الحمد لله، هذا هو اللي طرا. المهم خليكم معايا تمشي عندي راه ان شاء الله. ليكم كنشوفوا مسكينه شحال تاع لي زاباغات ومدخلين ليها من نيفه. انا نقرب لكم، دايرين ولا في نيفه، ايوا هادشي اللي كاين. يا ربي الله، مبقيتش عاود تهدرت معكم البنات من اللي كنا في قاعة الإنعاش. طلعت مع جوج ونص، ناري ناري شديتي مشديتي، ناري لا 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 لا، وقت 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 وقت،
كتشد ليا البنات الخيوط، كتشد ليا الخيوط ديال اللي دايزي في رجليها وداكشي كتشدهم ليا بيديها. هاكي ماما، قلت لكم ما بقيتش هضرت معكم، طلعت مع جوج ونص بقيت عم هي كتفيق وكتنعس كتفيق وكتنعس. طال الربعة ردعتها من عندي، صافي رجعت نعس، كتفيق كتردع وكترجع تنعس. ها هما هنا يدير لها هاد لي زباغات لي دوزي ليها في العروق ديالها. وعد هذا حشاكم لي ديال البولة مدوزين ولا تا هو. وعاد هادو دوم اللي قلت لكم شفتوهم، ايوا. وعاد مسكينه الفتحه كاينه هنايا في كريشتا، الله يحفظها يا ربي وينجي ليا يا سيدي يا ربي، يا ربي تحفظها ليا يا سيدي يا ربي، يا ربي تحفظها ليا يا سيدي يا ربي. صافي هادشي اللي كاين هنايا، راه كيشوفوا لها دقات القلب ديالها وداك الشيء هنايا. مال حبيبه، المهم البنات صافي هنا غنقطع معاكم لا فيديو حتى الغداء ان شاء الله. البنات حتى الغد ديال نهار العمليه يا رب دا يمشي منها هذاك الدواء ديال الالام، وما نعاودش لكم اش دايره ليا بالبكا، اش دايره ليا بالبكا، لا اله الا الله محمد رسول الله. المهم راه يلاه سكتت ليا، هبط نقضي واحد الغراض وعاد غادي نرجع. شيت السنان والدونتيفريس نسيتهم، جي شي ربع ايام ما حكيتش السنان، ما كانش اللي فمي تبغى هابطه نمشي نجيبهم، حيت هنا كاين ايطوس كاين البرتين هنا وسط السبيطار. انا غاد الايطوس دابا، ولا لا يلا تسكتات شويه وخليتها معايا حتى ما هبط. قدرش نبقى هكا نبقى عين نشلل فمي، بغيت نحك سنيناتي، والله ما عرفتش غدا مزيان ولا ما غاداش مزيان. خلي ليها الراس مرفوح، بدا يتكدرها الفتحه، بدا كيرجع ليها الالام، غير كتبكي تتبكي وتسخف وتستراح. هما قالني ما حد هي مازال كتبكي، ما غاديش نطلقوكم حتى ما تبقاش تبكي على الالم، عاد نطلقوكم باش ماشي تمشيو للدار وثاني طرا شي حاجه وتم راجعين. كتبش عليكم مليت من السبيطار، لا يعطي شي مسلم ولا يهودي ولا كافر حتى واحد، الله لا يعطي هاد البلاصه هادي، والله الله يدير تاويل، الله يدير تاويل. والله ما كندوي مع حتى واحد لا في التليفون لا في حتى شي حاجه، الخاطر ما كاينش، الخاطر ما كاينش. ماما كنجاوبها مره مره، كنهضر في التليفون تنزلو ما كنهضر مع حتى واحد. المهم البنات هذا النهار الثاني ديال العمليه، غادي نرد يارا دابا. هذا ديال صدري غير عصرته باش نعطيه لها، شو مسكينه كتالم، ما كنبغيش نبقى نهزها كل مره، قلت غادي نعصر ونعطيها تشرب. هاكي ماما هاي البنت ياي كتألم، وقالوا لي بلات ما مالها مضبه هاد الكاميرا ما حدا كتألم. هاكي ماما شربي، اسمحوا لي، ما حدا كتألم ما غاديش يطلقوني نمشي، حيت راه هي دايره عمليه ماشي ما دايرهش العمليه. وشربي ماما شربي، حيت هي دايره عمليه ما غاديش يطلقوك الغد ليه، فهمتوا؟ ما عرفتش واش قلت لكم في الفيديو السابق ولا ما قلتش لكم، ما بقيتش كنعقل صراحه. دارت العمليه ولكن الحمد لله، الحمد لله حتى حاجه ما قايسه الكبده، الكبده مقيوساس نقيه مزيانه، كل شيء فيها هو هذاك. العمليه داروها وغادي نبقى متبعه مع سميتو مع يوتريخت على هذيك الصفوريه اللي كاينه في الدم. غنبقى كل سيمانه نمشي نهز ليه نعطي الدم في فانت هوفا، وفانت هوفا غيعطيو النتيجه لأوتريخت. اليوم عطاوها باراسيتا، كطلع السخانه نورمال كاك من ورا العمليه كطلع السخانه، يعني بالي لكم هادشي هادشي هو لي زاباغات لي مخشين فيها السيرومات، مابقاوش كيعلقوهم ولاو كيديرهم في براوات ولا باراتو، كيدوز داكشي اوتوماتيك بالوقت وكلشي. دايرين ليها غير سيروم انترا فينوس وصافي، سيروم عادي ماشي شي دواء ولا هذا، ايوا صافي. المهم هما ملي غيشوفوها مابقاتش كتبكي، حيت دابا ملي كتبكي كيديرو ليها ديك البرا المسكن كيدوزوها لها، وملي كتسكت كيحيدوها كيشوفوها واش غادي تقدر على الالام. ما حدا ما قادرش على الالام ما يخليونيش نمشي لداري.
المهم يلا جابت لي جميلة، راه راجلي هبط عند راجلها، جابت لي مسكينة تاني اليوم الفطور، الله يجازيها بخير والله. حتى زعما دارت الصواب وأدت الواجب، الله يخلف على أي وحدة ساكنة هنا تجيب الفطور، والله ما كنبغيش نقجر عليكم ولا هذا، والله لا راجلي راه كيجيب الماكلة من يوم بولا شي حاجة، شي خضرة مفورة ولا هذا، كيمشي كيطيبها في البلاصة اللي هو فين ساكن وكيجيبها ليا ناكلها. فين هي الشهية؟ فين هي الشهية؟ والله الفطور اللي صيفطت لي هذيك المتتبعة إلا درت فيه يومين، والله نهار لو كنت مسمن نهار تاني كليت هذوك البريوات، الله يخلف عليها الله يخلف عليها. المهم هي تاني قالت كان انا صيفطت لك ولي راجلك يهبط عند راجلي، ايوا هذا الشيء اللي كاين. المهم انا دابا كنرد في بنيتي السبعة قد قدهن، بقى والو الاذان، بقى شي ساعة ونص هكاك الاذان، ايوا انا مقابلة عرفتيني انا هاكل وياها كير كتبكي غير كتبكي، ما سكتتش ليا، كيجيو كيديرو لها باراسيتامول كل 8 السوايع المحين وصافي، هذا اللي كاينو النعاس ما كاينش، والله ما كنعس، خصوصا ملي جابوا هاد لي زاباغات خلاص بقيت كنغمض غمضه فيهم الصداع. ها سمع فهمتي تي 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 تو ديك الصداع، انا ما كنقدرش عليه، انا كنعس في الصقيل. دابا كلشي يفوت، دابا كلشي يفوت، انا تبرى ليا عا بنيتي، والله تبرى ليا عا بنتي، الله يصوب. المهم نعاود نرجع معاك، ما كنصورش لكم من نهار كامل حيت ما كاين ما يدار، عشا دا بنتي وجالسه راكم عارفين رمضان ما تمشي فين، ما غادي تلفي فين، احنا جالسين هنا في هاد البيته كنضو اليوم السبت بعدا ما كاين ما يتشاف من تحت، كلشي مسدود حلاير عير البرتين. يو بنتي ما نقدرش انا دابا نخوي البيت، مازال ما كانش عندها الخيوط كنت كنديرها في البوسات وكندفع وكنخرج، دابا ما كنمشي لتاقنت جالسه حداها، مكأد الاذان كنفطرو كيبقى معايا راجلي تا كنصلي العشاء وعاد كيمشي.